خلونا مشاهدينا نرحب بضيفنا الدكتور كريم العمدة أستاذ الاقتصاد في حلقتنا من برنامجنا العربي بيت للكل، وناقوس الخطر اللي يشكل على العالم اليوم بسبب تغيرات المناخ. نرحب بك دكتور مرة ثانية وحياك الله ومنورنا. أهلا بحضرتك، أنا سعيد أن أنا موجود معكم. حياك الله دكتور. اليوم نتحدث عن تغيرات في المناخ، ناقوس خطر بالنسبة للشعوب العربية والعالم. برأيك تغيرات المناخ متى تنتهي؟ وهل وصلت تغيرات المناخ إلى ذروتها في وقتنا الحالي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أنا في البداية برحب بكم، ويعني وسعيد أن أنا موجود معكم النهاردة في برنامج الجميل جدا بيت الكل. التغيرات طبعا المناخية نقدر نقول عليها إحدى القضايا الشائكة الأكثر إلحاحا في الفترة الأخيرة. يمكن البعض يتصور أن يعني تلك القضية هي قضية حديثة نسبيا، يمكن حديثة نسبيا كاهتمام الشارع واهتمام المواطنين، عامة المواطنين، ولكن هي طبعا كانت مسار للجدال ومسار للبحث والمناقشات منذ التسعينيات تقريبا. ابتدى تكون فيها دراسات في قضية المناخ تكتر بشكل كبير، وابتدوا يتحدثوا ان خلال عقود هنبتدي نصل الى مرحلة ان ممكن تكون في بعض المناطق في العالم لا تصلح للمعيشة، ويمكن ايضا يعني وللأسف المناطق دي اغلبها تكون موجود مبدئيا في الشرق الاوسط نتيجة الارتفاع الكبير اللي موجود في درجة الحرارة. وطبعا يعني انت حضرتك سألتني هل هي الظاهرة دي هتنتهي امتى؟ طبعا يعني طول ما يعني الصناعة شغالة والنشاط الاقتصادي الإنساني شغال بيجور على البيئة وبينتهك البيئة وخصوصياتها وبيلوث في الجو وبيطلق انبعاثات كربونية وظاهرة الاحتباس الحراري موجودة، أكيد الظاهرة دي كل سنة هتتفاقم عن السنوات اللي قبلها.